وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في عشية يوم الأحد لعشر الخلونة من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 تنالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق 18 من الشهر 11 من السنة 18 و2000 بالتقويم الجريجوري. سائل كريم فاضل يسأل على قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، ما هو المقصود بهذا الحديث؟ أولا المبحث الأول هو من حيث تخريج الحديث، الحديث حديث متفق عليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. وعند الإمام مسلم أيضا أنه جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أيضا قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هنا الضمير بهذه ذهب فيه أهل العلم إلى مذهبين مشهورين. المذهب الأول مذهب الجمهور وقول الإمام أحمد، المقصود هنا بالضمير يرجع على الله عز وجل، على صورته يعني على صورة الرحمن، لورود أيضا أيها الكرام الفضلاء حديث في ذلك. ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. فوضح هنا المقصود صورة الرحمن. الشيخ الغنيمان يقول: هذا حديث صحيح، صححه الأئمة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الحنظلي الشيخ البخاري، وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة، وقد خالف من هو أجل منه. والألباني رحمه الله يقول: إسناده صحيح، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه، على صورة وجهه. ففي هذين الحديثين الضمير يرجع لمين؟ إلى الله تعالى. القول الثاني قول ابن خزيمة، إن استدل بحديث فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه، قالوا هذا يرجع على من؟ يرجع على آدم عليه السلام وليس على الرحمن تبارك وتعالى. فهذا بالنسبة للضمير، لكن كلهم مجمعون، وهذا الذي قاله الشيخ الألباني وهو ينصر قول ابن خزيمة، قال: حتى لو كان المقصود بالضمير أنه يرجع على الله عز وجل، فإننا نؤمن بالصفات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثل شيء، والسميع البصير كما في سلسلة الهدى والنور. يعني حتى من أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الضمير يرجع إلى آدم وليس إلى الباري عز وجل، لم ينفوا الصفة، لم ينفوا ماذا؟ لم ينفوا الصفة. والأقرب أيها الكرام الفضلاء أن هذا الضمير الهاء هنا يرجع إلى الله عز وجل، للحديث على صورة الرحمن. طيب، هل هناك أدلة ثانية توضح ذلك؟ نعم، هناك أدلة ثانية توضح ذلك، وهو حديث: أتاني ربي في أحسن صورة، حديث ابن عباس عند الذي في الترمذي وصححه العلامة الألباني، وأيضا في حديث الشفاعة المتفق عليه: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أولا مرة. إذن من هذه الأحاديث يعلم أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله، فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم تبارك وتعالى، والدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وخذ عندك هنا الآن الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طيب، هل هذه الصورة تدل أنهم يشبهون القمر؟ يعني لا، إنما هذه تدل على الوضاء وعلى الجمال وإلى آخره، فليس هنا الصورة تدل على ذات القمر، وكذلك على صورة الرحمن لا تدل على أنها على نفس ذات الرحمن تبارك وتعالى عياذا بالله، لكنه كما قال أهل العلم
أنه خلقه سميعا بصيرا إلى غير ذلك. فهذه لا تدل أبدا على المشابهة والتشبيه، نسأل الله السلامة والسترة والعافية. ولذلك شيخ الإسلام يقول: وكما أنه لا بد لكل موجود من صفات تقوم به، فلا بد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها. فالصورة في اللغة هي عبارة عن الشكل والهيئة والحقيقة والصفة، فكل موجود له صورة، أنت لك صورة، ووالدك له صورة، وعمك له صورة، وخالك له صورة، لكن هل تتشابه هذه الصور؟ لا، فمن باب أولى. الباري تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك يقول الشيخ ابن إسلام تيمية في نقد التأسيس: لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به، مثل العليم، لما أقول رجل عليم، لكن إذا قلت العليم هذا إلى الله عز وجل، القدير، الرحيم، السميع، المصير، إلى غير ذلك. ثم نرجع ونقول يا إخواني، مما يجب تحريره أن هذه المسألة لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة المفضلة نزاع في أن الضمير يعود إلى الله عز وجل أبدا، لكن هذا لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة من الناس الضمير عائدا إلى غير الله تعالى، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن قال أن الضمير يرجع لآدم فذلك جهمي. ولذلك ممن قال بأن الضمير يرجع إلى آدم أبو ثور وابن خزيمة وأبو الشيخ الأصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، كما نقله ابن تيمية في نقض التأسيس. وابن قتيبة يقول في تأويل مختلف الحديث، يقول: الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، يعني يقصد إيش؟ تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم، ووقعت الوحشة من هذه يعني على صورتي، لأن لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى، فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها أيها الكرام الفضلاء. والشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن حديث إن الله خلق آدم على صورته قال: الحديث ثابت، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. وقال: وهذا لا يستلزم التشبيه والتمثيل. وبه قال أيضا الشيخ ابن عثيمين، وقال: لا تجد عالما باللغة يقول أن الضمير يرجع إلى آدم، لأن الضمير يرجع على أقرب مذكور، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على الخالق وليس على المخلوق. وبه قال الشيخ الفوزان، وبه كما قلنا قال إسحاق وأحمد وغيرهم ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم رحمة الله عليهم، ولم يخالف في ذلك كما قلنا أبو ثور وابن خزيمة رحمة الله على الجميع، مع إثباتهم لصفة الصورة وصفة وجه الرحمن تبارك وتعالى. وينبغي للمسلم أنه يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. وذلك شخصنا بن تيمية يقول كلاما جميلا: وليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى خلق آدم على صورة، يعني سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء. وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه وذا يد وذا قدم، ولكن ليس السمع كالسمع الباري، وليس البصر كبصر الباري، وليس المتكلم كالباري عز وجل، بل لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق بجلاله وعظمته. والآية العظيمة التي أريد مني ومن جميع من يستمع إلي أن يحفظها كاسمه، الآية 11 سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك باب التسليم أيها الكرام الفضلاء هو هذا الباب الذي ذكرته لكم، أن نؤمن بما جاء عن الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله في صفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. ومن أين أوتوا القوم
الذين ينكرون ذلك أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق فضلوا، نسأل الله السلامة والسترة والعافية. ولو أنهم جعلوا كما أن النبي عليه الصلاة والتسليم ذكر الصفات وذكرها للصحابة ووضح أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لخرجوا من هذه الفتن ومن هذه البلايا العظيمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يميتنا وأن يحيينا على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.